يعني احنا اتكلمنا على فرص. السؤال اللي هو الاولاني اللي كان، هل احنا في مصر مستعدين، السؤال بتاع المتوسط يعني، ان احنا نبقى مركز للطاقة في منطقتنا؟ احنا بنعمل على كده، وبدأنا في الموضوع ده تقريبا من 4 سنين، واحنا مستعدين. وبنقول للأصدقاء في أوروبا، ويمكن هقول على مشروعين ثلاثة بنتكلم عليهم دلوقتي، الهدف منهم يحقق أو يضع لبنة قوية في مجال اللي انتم تكلمتوا عليه أو اللي انت تكلمت عليه تحديدا. هل مصر لديها القدرة على أنها تقوم بإمداد أوروبا أو جزء منها بالطاقة؟ أيوة. طب احنا بنعمل على كده؟ أيوة. طب بنعمل إيه؟ أنا بتكلم على ربط كهربائي بيننا وما بين اليونان وقبرص، بنتكلم على ربط سواء كان يعني بالغاز كحركة ناقلات، من خلال أن مصر تبقى يعني مركز لنقل أو للغاز لأوروبا. احنا متحركين على ده، ولدينا البنية الأساسية في ده، ولدينا أيضا يعني قدرنا من خلال منتدى شرق المتوسط ان احنا نضع لبنة مهمة في هذا الأمر. طيب فيما يخص الطاقة المتجددة، مش بنبان بس، احنا بنقول احنا صحيح مصر بتعيش على تقريبا أقل من 10% من مساحة أرضها، لأن بيت الأرض أرض صحراوية، وده بيعطينا فرصة. الفرصة إيه؟ إن احنا مستعدين نعمل مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة ديت طاقة شمسية أو طاقة رياح، أو حتى احنا دلوقتي بنتكلم على مشاريع لطاقة الهيدروجين. احنا مستعدين لده، ومستعدين لده بالتشريعات، ومستعدين لده بالإرادة السياسية، وقادرين على ان احنا نلبي هذا الامر. واستقرار مصر يقدر يحقق ان، لان طبعا لما تيجي تتكلم على طاقة لدول هتقوم عليها اقتصاديات كبيرة جدا جدا، اذا بقى تقول ان انا هاخد جزء من طاقتي من دولة زي مصر، لازم يكون الدولة دي دولة مستقرة وقادرة على تلبية هذا الامر على مدار الشهور والسنين. اتصور ان احنا حققنا ده خلال الفترة اللي فاتت. انا عايز اقول لكم على حاجة، أنا بقولها لكل اللي بيسمعني دلوقتي وحتى المصريين. لما كان عندنا مشكلة طاقة من حوالي يعني في 2014، كان الأمل اللي كان موجود إن الناس متصور إن إحنا بنسعى فقط إن إحنا نعمل إنتاج لطاقة الكهربائية عشان نحقق أو نوفر أو نسد العجز اللي موجود عندنا. لا، إحنا ما عملناش كده بس، إحنا بنتكلم على 3 عناصر في مجال الطاقة عشان تخلي مصر دولة محورية في هذا المجال، مش بس مع أوروبا، لا، مع كل جيرانها، مع السودان، مع ليبيا، مع السعودية، مع الأردن، مع إسرائيل. إحنا قادرين على أن إحنا نبقى دولة تقدر ببنية أساسية للطاقة متقدمة. يعني فقط عندنا وفرة في الطاقة؟ لا، إحنا بنتكلم على شبكات نقل وتوزيع متقدمة، بنتكلم على شبكات أو بنتكلم على محطات تحكم في هذه الطاقة متقدمة. وكان كلامي مع الحكومة خلال ال4 سنين اللي فاتوا ان احنا لابد ان يكون بنية الطاقة في مصر لا تقل عن اي دولة متقدمة في هذا المجال. طب ده كان هدفه ايه؟ احنا شايفين ان العالم كله رايح للربط العالمي بين القارات في مجال الطاقة، وبالتالي انت لو ما كنتش مستعد لهذا الامر، مش هتجد، مش ارادة سياسية هنا، الناس مستعدة لده بس انت مش مستعد. الموضوع محتاج وقت وجهد واستثمارات تتعمل ومشاريع تقول انك انت جاهز. احنا اللي احنا رايحين له، اتصور خلال 2-3 سنين ان احنا تبقى عندنا شبكة بنية تحكم حجم من الانتاج من الطاقة، نستطيع من خلاله ان احنا نقول ان احنا مستعدين للتعاون مع كل الجيران بشكل متقدم جدا، مش قدرة متواضعة أو قدرة محتاجة تطوير. لا، احنا شغالين في التطوير دلوقتي. وانا عايز اقول لك ان اللي بيننا وبين التطوير هو الوقت. إن الشركات مش قادرة تلبي، وانا خاصة السنتين اللي فاتوا دول، ولا يا دكتور مصطفى، مش قادرة تلبي مطالبنا في
في المعدات وهذا القبيل، نتيجه الظروف اللي مرت كل حاجه كان ليها تاثير في اللي اتاجلت واللي اتاخرت وكلام من هذا القبيل. لكن انا عايز اطمنك ان احنا مستعدين، مش مستعدين من ان احنا فقط زي ما قلت كده بانتاج متوفر ولا حاجه، لا احنا بنتكلم على قدره وبنيه اساسيه متطوره في هذا المجال. مستعدين لهذا الامر طبعا، عندنا الاراده لده صحيح، بنتحرك فيه ايوه، ولكن طبعا احنا مش فقط يعني الموضوع مش مرتبط فقط ان انا ابقى عندي استعداد لكده، هو ايضا الاخرين يكونوا شايفين ان مصر تمثل لهم فرصه في هذه الطاقه اللي هي تكلفتها اكيد اقل، وايضا تاثيرها البيئي جيد، ما ليش اي تاثير. ده فيما يخص الموضوع ان احنا بنتحرك في هذا المجال او لا.